نحن نعرض لتاريخ مصر بالصور، هذه الصور الشاهدة على تاريخ مصر الممتد. هذه الصورة صورة نادرة، تمثال أبو الهول في أواخر القرن التاسع عشر. أهرامات الجيزة أو عجائب الدنيا السبع، تأمل معي تحت سفح الهرم الاستراحة الملكية للملك فاروق. هذه الاستراحة الملكية للملك فاروق ملك مصر والسودان. وهذه الصورة النادرة، أهرامات الجيزة في أواخر القرن التاسع عشر، حيث كانت تصل إليها مياه الفيضانات بالطبع قبل إنشاء السد العالي. كانت تصل مياه الفيضان إلى أهرامات الجيزة كما نشاهد. مرة أخرى مياه الفيضان تغمر المنطقة حول أهرامات الجيزة. أهرامات الجيزة في نهاية القرن التاسع عشر. تأمل هذه الأشجار ومساحة الخضراء، وبالطبع كانت وسيلة التنقل هي الجمال والخيل. هذه الروعة وهذا الجمال، الطريق المؤدي إلى أهرامات الجيزة. تأمل الأشجار على الجانبين، الجانب الأيمن والجانب الأيسر. أهرامات الجيزة والأرض الزراعية تحيط بها، الصورة عام 1890. مياه الفيضان تغمر الأراضي الزراعية، والفلاح يعمل على قدم وساق. أهرامات الجيزة، قرية نزلة السمان المجاورة لأهرامات الجيزة، ومياه الفيضان تغمر هذه القرية. روعة الطبيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ونحن نوثق معالم القاهرة الكبرى زمان. هذا هو جامع ومدرسة السلطان حسن، منظر من ميدان الرملية. وهذا منظر عام لسبيل ومحراب الدراويش بشارع الجبانية، سبيل السلطان محمود 1750. هذه الروعة وهذا الجمال، منظر لبعض المقاهي على قناة الخليج عند باب الشعرية بالقاهرة، سوق الحرير بالقاهرة. بالطبع صور تاريخية كلها. أحد شوارع القاهرة عام 1856. القاهرة بركة الفيل أثناء الفيضان، الحنين للماضي، أيام الأبيض والأسود. موثق لعملية طحين الحبوب زمان. كانت الدواب إن كان حمير أو خيل تحرك هذه الآلات لطحن الحبوب. هذه القاهرة الآن، درة المدائن. وهذا ميدان التحرير والمجمع زمان، قبة جامعة القاهرة، تمثال نهضة مصر.
أهرامات الجيزة، وهي أحد عجائب الدنيا السبع.